في الفاصل عمالين مختلفين المعنى بقى، انا عماله اقول نخرج بقى لدرة البرامج، عمال يقول لي دال ضاد، اقول لها درة البرامج بالدال مش بالضاد، عشان درة البرامج بالضاد دي تدي معاني تانية مش بتاعتنا يعني، عشان بس لكن درة البرامج هي هبه توصل بيها صباح النور يعني. هو كان هدف اليوم في عيد ميلاد القناه اننا نفرح كل الناس من خلال كل البرامج على مدار اليوم، فحقيقة احنا يعني بنشكر المجهود الكبير كل زمايلنا اللي عمل مجهود وقتها في مدار اليوم كله، وطبعا كل الشكر لشركه بيتر هاوس اللي كانت حريصه برضو على مدار اليوم من خلال كل البرامج انها تفرح كل الناس. الفايز في صباح النور كان توني وحيد، صباح الفل يا توني. مبروك يا توني، الف مبروك، كل سنه وانت طيب. طيب سنة كام؟ تانية إعدادي. ربنا معاك. امتحنت ولا لسه؟ لا لسه. بعد العيد؟ اه. ربنا معاك. بتتفرج على صباح النور الأول بقى يعني، استنى نعمل كده. بتتفرج على صباح النور؟ ايه اللي بيعجبك في صباح النور؟ بتفرج عليه يعني. ايه اللي بيعجبك في صباح النور بقى؟ في حاجة معينة يعني؟ عادي كله بحبه يعني. كله احنا فرحانين انك فوزت النهاردة، بنبارك لك، بنقول لك ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك يا توني. يقدم لك الهدية. اتفضل. طب تقيل. ها تقيلة؟ ألف مبروك، ربنا يبارك.